السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. هذا الفيديو جيت لكم بعد ما فاتت تقريبا أسبوعين. الفيديو اللي درت لكم جولة في الجردة ديالي هما تقريبا شي حوايج راهم وجدوا. شوفوا الجلبان جنيناهم هذا النهار. شوفوا الجلبان تبارك الله وعامر، وقلعنا شوية الفول عاوتاني. هاهو عندنا هنايا شويه ديال الخرشف، وبطبيعه الحال النعناع باش ندير واحد البريريد لحقو طريقو. وباقي عاد تبارك الله باقي تبارك الله الخير في الجرده. باقي له شي اسابيع يوجد ان شاء الله. اللي في خوي مطيشه الحرور كلشي كاين موجود. لوبيا الشعره شويه ديال الربيع ضروري باش يكون بلدي داكشي طبيعي. ونتمنى نخليكم على الفيديو، نتمنى يعجبكم وفرجة ممتعة.